بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان وسار على هداهم إلى يوم الدين. معالي الدكتور عبد اللطيف عربيات، رئيس جمعية العفاف، راعي هذا اليوم العلمي. سعادة المهندس حاتم البشتاوي، رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة. سعادة المهندس خالد أبو رمان، ممثل نقابة المهندسين الأردنيين. السادة والسيدات، الإخوة والأخوات، المحاضرين والمشاركين والحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم باسم الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة بالمشاركة مع جمعية العفاف الخيرية واللجنة الثقافية في نقابة المهندسين، هذه الجهات التي نظمت هذا اليوم العلمي السادس تحت عنوان الأسرة من منظور قرآني. فأهلا وسهلا بكم في هذه الواحة وفي هذا المكان الطيب في مجمع النقابات المهنية، عرين نقابة المهندسين الأردنيين وعرين الأحرار، الذي سيبقى بإذن الله تعالى صامدا وثابتا على المبادئ، محافظا على قيم وعادات وتقاليد المجتمع الأردني العربي الإسلامية، ومدافعا عن مبادئ هذه الأمة. ومن أهم هذه المبادئ الحفاظ على الأسرة، وخير ما يحافظ به على الأسرة هو المنظور القرآني والنظرة الإيمانية القرآنية للأسرة المؤمنة، هذه اللبنة الاجتماعية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لازلت أذكر كلمات الشيخ الدكتور المفسر والعالم الذي رحل عنا قبل عامين تقريبا، فضيلة الدكتور فضل عباس رحمه الله، عندما كنا وإياه في رحلة حج، فأصبح ذات يوم فقال: تعالوا فاسمعوا هذه الآية، لتسكنوا إليها. لتسكنوا من فعل سكن، فعل من ثلاث كلمات. قال رحمه الله: أما السين فسعادة، وأما الكاف فكفاية، وأما النون فنعمة. حول هذه المعاني الجميلة الرائعة من منظور قرآني، من منظور شرعي، من منظور تربوي، من منظور علمي، من منظور اجتماعي، يتناول متحدثون ومتحدثاتنا في هذا اليوم العلمي في عدة جلسات الأسرة المسلمة، مع كلمة رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة سعادة المهندس حاتم البشتاوي، فليتفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحضور، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ معالي الدكتور عبد اللطيف عربيات، رئيس جمعية العفاف، وعطوفة مندوب نقيب المهندسين الأردنيين، رئيس اتحاد المهندسين العرب، الإخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، أرحب بكم أجمل ترحيب وأزكاه في هذا اليوم العلمي السادس الذي تقيمه الجمعية ضمن سلسلة من الفعاليات العلمية والإيمانية التي يشارك فيها عدد من الأساتذة المتخصصين والعلماء في مختلف التخصصات العقدية والتشريعية والعلمية، لبيان عظمة هذا القرآن العظيم الذي نزل بلسان عربي مبين وليعالج مشاكل البشرية إلى يوم الدين. أيها الإخوة، موضوع هذا الملتقى هو الأسرة. الأسرة منظور قرآني الذي تقوم به الجمعية بالتعاون والتنسيق مع جمعية العفاف، التي لا يخفى دورها في خدمة الأسرة وتبني قضاياها والإسلام في بناء الأسرة النموذجية، ومع نقابة المهندسين التي لا تألو جهداً في تبني قضايا الأمة في شتى المجالات الوطنية والاجتماعية والدفاع عنها. أيها الإخوة والأخوات، الأسرة عماد المجتمع
ونواته ومحضن الأخلاق والتربية. واختص الله الخالق العظيم الأمة المسلمة بأرقى التشريعات التي عرفتها البشرية ووضع لها منهاجاً في الحياة إلى يوم الدين، فأفرد لها 70 آية تشريعية، وهذا العدد من الآيات لم تحتل به أي قضية أخرى من القضايا التي تهم الأمة، إضافة إلى مئات الأحاديث الشريفة للعناية بها، والتي تتمثل في حسن اختيار الزوجين وفي توصية الآباء بالأولاد وبر الوالدين وصلة الأرحام والتركيز على مكارم الأخلاق ومحاربة الرذيلة. وجعل في هذه التشريعات الرباط المحكم الذي يحفظ الأسرة من التفكك والانهيار، ويضمن حقوق أفرادها ذكراً وأنثى، صغيراً أم كبيراً، أماً أم أباً، وحتى الأجنة في بطون أمهاتها لهم الحق في الحياة وفي الرضاعة وفي الإنفاق والميراث وفي حسن التسمية وحسن التربية على العلم والفضيلة ومكارم الأخلاق. وهذا التشريع القرآني لا يجاريه تشريع آخر في الديانات السماوية أو الحضارات عبر التاريخ كله. وكرست هذه الشريعة دور الإنسان ودور القيم داخل الأسرة، وضمنت للإنسان من الحقوق ما يؤهله للقيام بدوره المرسوم في استخلاف الأرض وتعميرها، وجعلت هذه الحقوق مرتبطة بقيم أخلاقية تربطها بعالم الآخرة ليكون عمله قاصداً وجهده مشكوراً. وأنشأت بهذه التشريعات حضارة سعدت بها البشرية وبلغت الآفاق فيها، واعترفت بها الأمم الأخرى لدورها الفاعل في تكريم الإنسان والاعتراف بحقوقه الفردية والاجتماعية. أيها الإخوة والأخوات، وفي الوقت الحاضر يتعرض المجتمع الأردني والعربي والإسلامي لهجمة شرسة عالمية لاجتثاث هذه القيم العليا التي أنشأ الله بها خير أمة أخرجت للناس، وتريد هذه الحملة هدم صروح هذه الأمة وقلع بنيانها وإعادة البشرية إلى الجاهلية الأولى. وتجلى تأثير هذه المعاول الذي نلمس نتائجه في التفكك الأسري الذي يشهده مجتمعنا. وللأسف فعندي لدي بعض الإحصائيات صغيرة الأرقام عظيمة المعاني، فازدياد حالات الطلاق التي سجلت 4800 حالة عام 2012 و 3339 حالة عام 2013. ثانياً، وارتفاع نسبة الطلاق في الدخول قبل الدخول لتصبح 79.4%، وإضافة إلى امتلاء 9 ملاجئ العجزة تضم 342 فرداً من أسر، يعني من أبناء وأمهات هجرهم أبناؤهم وبناتهم. إضافة قضية الخلع في المحاكم، عندنا في كل يوم 7 قضايا، يعني 2500 قضية خلع في محاكمنا. وعندنا الأرقام القتل، عندنا 420 حالة قتل خلال 3 سنوات، يعني عندنا 140 حالة متوسط الحالات في 3 سنوات الماضية. أما الجرائم الجناية فقد بلغت تبلغ عندنا 40 يومي، يعني بتكلم 14400 عملية جناية. وبالإضافة إلى الجرائم المختلفة، جرائم القتل وغيرها، ف 270,350 جريمة مختلفة في خلال 5 سنوات. هذه الأرقام هي جزء من التسيب الذي يعيشه هذا المجتمع. طيب ما العلاج وما الحل؟ كلنا معنيون. لا عجال لقضية الأسرة التي فشلت القوانين الأرضية في إيجاد الحلول لها خلاف المنهج الرباني وإلى تطبيق شرعه وإلى سننه التي أودعها الله في النفوس البشرية، فلا تبديل أو لتحويل لسنن الله في الفطرة، وفي تضافر جميع المؤسسات الحكومية والمدنية والإعلامية والتربوية في تحقيق هذا الهدف. أيها الإخوة، وإيمانا من الجمعية بالدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وأهل العلم وأساتذة الجامعات والمربين لدراسة مشاكل الأسرة ووضع الحلول لها، فإن الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة قد أعدت هذا الملتقى العلمي السادس ليتناول جانباً من جوانب التشريع في القرآن الكريم وفي آياته التي تزيد تبلغ حوالي 500 آية تشريعية تنظم حالة الإنسان في الأرض في مجال الرعاية الأسرية والرضاعة والمودة بين الزوجين والحوار بين الأبناء والتربية النفسية.
والجمعية تمد يدها وتفتح أبوابها لكل العلماء والمتخصصين لنشر ثقافة الإعجاز القرآني في المجالات التشريعية كافة والأسرة خاصة، وفي توظيف جميع الإمكانيات والخبرات المتوفرة لديها لبناء الإنسان فردا وأسرة أخلاقا وسلوكا علما وأدبا، والابتقاء به ليصبح البيت المسلم والأسرة المسلمة القدوة الحسنة والنموذج الأمثل، فهو خير بناء وضع لأهل الأرض جميعا. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر لراعي الحفل الدكتور عبد اللطيف عربيات وجمعية العفاف لجهودها في بناء الأسرة على العفاف ومكارم الأخلاق وتشجيع الزواج وبث الثقافة الأسرية الجنسية الواعية، وإلى نقابة المهندسين الأردنيين لتفضلها باستضافة هذا الملتقى ولا سيما اللجنة الثقافية فيها، وإلى جميع الجنود المجهولين في الإعداد لهذا الملتقى الإيماني العلمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومما عرف عن المهندس حاتم البشتاوي اهتمامه الشديد بالأرقام، فهو يعكس أي قضية اجتماعية أو طبية أو علمية أو شرعية بالرقم دائما، والرقم من الصعب أن يعني تفسره، فهو يفسر نفسه بنفسه. 520 آية قرآنية تتحدث عن التشريعات الأسرية، ما أعظم هذا الكتاب العظيم، ما أعظم هذا القرآن. فكثير من الآيات فعلا تتحدث عن الأسرة، لذلك لا يكتفي أو لا نكتفي فقط بهذا اليوم العلمي السادس للحديث عن الأسرة من منظور قرآني. الأصل هذا الموضوع أن تقام له المؤتمرات والمنتديات وأن يطرق في كل مكان وزمان وعلى كل وجه لأهميته في بناء مجتمعنا. مع كلمة المهندس خالد أبو رمان رئيس الشعبة المدنية ممثل نقيب المهندسين، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء يعني أرحب بمعالي الدكتور عبد اللطيف عربيات راعي هذا الحفل الطيب المبارك، وكذلك أرحب بسعادة المهندس حاتم البشتاوي رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، وكذلك أرحب بالإخوان من جمعية العفاف الخيرية، وكذلك أرحب بكافة الحضور والزملاء والزميلات والأخوة المحاضرين والمتحدثين والعلماء وبكافة الحضور. أهلا وسهلا بكم في هذا الصرح الطيب المبارك، مجمع النقابة المهنية ونقابة المهندسين الأردنيين. كما عودتكم دائما وأبدا هي مع قضايا هذه الأمة، سواء القضايا الوطنية وقضاياها الأسرية وكافة القضايا التي تهم هذا الوطن الغالي العزيز علينا. الحقيقة لا شك أنه موضوع الاهتمام بالأسرة الأردنية تحديداً والأسرة بشكل عام هي من المواضيع الحساسة، وهناك استهداف واضح خلال السنوات الأخيرة لهذه المنظومة المهمة الحقيقة، والحصن الأخير والمهم جداً للحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية التي نتمتع بها في هذا البلد الطيب المبارك. نقابة المهندسين الأردنيين تزدخر بثلة من أبناء هذا الوطن، بلغ عدد منتسبي هذه النقابة من تأسيسها 117 ألف مهندس، وهناك حوالي 45 ألف مهندس أيضاً على مقاعد الدراسة. هذا العدد الكبير الكم والهائل حقيقة يعني يتبع أعباء كبيرة على مجلس النقابة للقيام بواجبات تجاه هذه الفئة المهمة والممثل الرئيسي أيضاً في هذا الوطن الغالي. تقوم نقابة المهندسين بعدة أمور أيضاً تخدم الأسرة الأردنية والمهندسين. تقوم بإعطاء قرض حسن للمهندسين مقبلين على الزواج قيمة 2000 دينار، وقدمت حوالي 711 قرض خلال يعني العام الماضي بمبلغ ما يقارب 1,400,000 دينار. الحقيقة هذا يعني طبعاً 2000 دينار لكل زميل، إذا الزميل تزوج زميلة يصبح 4,000 دينار. الحقيقة إحنا نشجع الموضوع الزواج ونشجع دائماً على بناء الأسرة خير قيام. وأنا طبعاً في البداية نسيت أن أنوه بأن أقدم لكم تحيات نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب ومجلس نقابة المهندسين. طبعا يعتذر النقيب لتواجده خارج البلاد، وايضا المندوب الذي كان ياتي يعني مندوب في هذا الحفل ايضا اعتذر، فانا يعني ان شاء الله امثل الجميع. وايضا يعني النقابه تقوم بخدمات كبيره وللمهندسين متنوعه حقيقه،
النقابة قامت بتشغيل ما يقارب 4000 زميل وزميلة خلال العام، وهذا رقم كبير جدا. يبلغ عدد خريجين النقابة منتسبين نقابة مهندسين حوالي ما يقارب 9000 زميل وزميلة سنويا. الحقيقة نقوم بأدوار كبيرة ومهمة في كافة المجالات، منها المجالات الاجتماعية والثقافية. هذا النشاط يعقد أيضا بالتعاون مع اللجنة الثقافية الاجتماعية النقابية، نقوم بأنشطة اجتماعية وعائلية كثيرة تهم المهندسين. الحقيقة يعني أنا أعتقد أن الجميع هنا يعني في سفينة واحدة وفي ركب واحد وفي هدف واحد، الحفاظ على الأسرة وقيمها وأخلاقها، والحفاظ على ثقافتنا العربية الإسلامية الأصيلة، يعني درءا وإن شاء الله بعدا إن شاء الله عن كل الثقافات وكل الهجوم الذي تعرض له حقيقة هذه الأسرة المستهدفة من كافة الجمعيات الحقيقة الخارجية. والعدو الصهيوني هو على رأس حقيقة من يقوم باستهداف الأسرة الأردنية. يعني أنا في النهاية أشكر معالي الدكتور راعي الحفل، وأشكر جمعية العفاف وأيضا جمعية الإعجاز والقرآن والسنة، وأيضا إن شاء الله إحنا كنقابة مهندسين نبقى إن شاء الله دائما يعني مستقبلين لكم بإذن الله لأي نشاط يحفظ ويخدم هذا الوطن العزيز الغالي علينا. وشكرا لكم، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أيام قام أحد المولات الكبرى في عمان بعمل عرض أزياء في ساحته وبهوه، وقد اعتادت عمان منذ فترات أن يكون هنالك أمثال هذه النشاطات غير المحبذة، ولكن كانت محصورة في الفنادق وفي أماكن معينة ويدعى إليها أناس محددون. أما هذا المول الذي يفترض بأن يكون بيئة آمنة للتسوق للعائلات والأبناء والبنات والزوجات والأطفال، فقام بفتح هذا الباب على مصراعيه، وتصدت ثلة مؤمنة طيبة من أبناء هذا البلد لهذا النشاط، وقامت بالحسنى بمخاطبة المسؤولين عنه ونصيحتهم. ولما لم يتوقف هذا النشاط اضطرت إلى رفع قضية لدى النائب العام. وأمس وأول أمس ازدهرت المواقع الإلكترونية والنشرات الإخبارية بالحديث عن هذا الموضوع، وللأسف ليس فقط من مؤيد لهذه النشاطات ألا تكون أمام الجمهور وأمام الأطفال وأمام العائلات وأمام الأسرة، بل من معارض لاستنكار مثل هذه النشاطات باعتبار أن هذه حرية شخصية. خلاصة القول، الأسرة في الأردن كما قال زميلي مستهدفة، نساؤنا أبناؤنا بناتنا نشؤنا، هذا اللي هو مستقبل بلدنا ومستقبل أمتنا مستهدف، ومستهدف على كل جهة، وعلينا كل واحد منا أن يقوم بواجبه في حماية هذه الأسرة لتبقى تعيش في أردننا الحبيب في جو آمن مطمئن مستقر، بعيد عن الاستهداف والتخريب، تخريب العقول وتخريب الأخلاق. مع معالي الدكتور عبد اللطيف عربيات رئيس جمعية العفاف وراعي الحفل والذي قاد هذه الجمعية منذ تأسيسها منذ سنوات، فعلا حققوا كلمة العفاف فأصبحت اسما على مسمى. المئات بل الآلاف من الذين تزوجوا واستفادوا من خلال هذه الجمعية ماديا ومعنويا، تشجيعا إرشادا أسريا بقيادة الدكتور عبد اللطيف، والثلة المؤمنة والشباب المباركين والمشايخ والمرشدين والخبراء والمختصين من الإخوة والأخوات اللي بذلوا جهودا كبيرة في هذه الجمعية، نستمع إلى كلمته الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادتي كبيرة حقيقة بهذا الحضور الخير من الإخوة والأخوات، وسعادتي أيضا كبيرة بأن من يقوم على هذا النشاط هم مهندسون، ومع احترامي للمشايخ
مهندسون. المهندس حاتم البشتاوي والمهندس خالد أبو رمان ومهندس هشام، وأنا معهم أيضا مع المهندسين. حقيقة هذه ملاحظة أراها أنها إن شاء الله في الاتجاه الصحيح لمستقبل الأمة، أن أبناء الأمة من منطلق علمي حديث ويناسب ما هو قادم من الأيام من التوجه العلمي في العالم، أن يقود الإسلام أناس من منطلق علمي، بالإضافة إلى إخواننا المشايخ ولا نستغني عنهم، لكن المنهج العلمي في البحث مطلوب لنا جميعا. وأقول أننا سعداء بهذه الملاحظة، وأستاذ المهندس ربح البشتاوي حاتم، أخو ربحي حاتم البشتاوي، له دور كبير وهو العالم في إعجاز القرآن، والأخ خالد الرمان يمثل نقابة المهندسين، بيت الخبرة في هذا البلد، والتي نحييها وندعو كل مخلص إلى دعم هذه النقابة، وخاصة أنها أصبحت مجال لهجومات غير مبررة بل معادية لمصلحة هذا البلد وللإسلام بالذات. فنقول أن هذا اللقاء الطيب المبارك يسعد كل مخلص لهذا البلد. وأقول أن الأسرة وعنوان الأسرة من منظور قرآني، والأسرة هي وحدة البناء في نسيج الأمة، كما الجسم مجموعة من الخلايا، خلايا بتكون نسيج، النسيج بتكون أعضاء، الأعضاء بتكون إنسان، وأساسها هذه الخلية، والخلية هي هذه الأسرة التي نتحدث عنها. وإذا نجحت الخلية وبقي السالمة فالجسم كله معافى، وإذا أصيبت الخلية أصيب الجسم، والسرطان الذي يفتك بالمجتمعات الآن ما هو إلا نمو غير طبيعي في هذه الخلية. ونحن نحذر ونقول أن السرطان الذي يقتل الفرد والمجموعة والمجتمع بدايته يبدأ من هذه الخلية، والأسرة مطلوب لها أن تكون بهذه الصفة التي نراها، والحمد لله معافاة في هذا البلد ومع كثرة التآمر عليها. وأود أن أقول أن أعداء الأمة عندما احتلوا قلاعها، القلعة العسكرية احتلوها، القلعة الاقتصادية احتلوها، القلعة السياسية احتلوها، نفذوا إلى القلعة الاجتماعية، ونواة القلعة الاجتماعية هي هذه الأسرة، والتركيز على الغزو الغربي الآن الصهيوني على هذه الأمة هو غزو القلعة الأخيرة، ولهذا تراهم الآن يقولون تغيير أيديولوجية المنطقة، الفوضى الخلاقة، ها هي أفغانستان، العراق، سوريا، مصر، ليبيا، اليمن، هذه الفوضى الخلاقة التي صنعت لتخريب وحدة هذه الأمة وقتل مركز القوة فيها، ومرافق ذلك الإعلام المدمر، مرافق ذلك كل ما يقال من وسائل وأموال تدفع لهؤلاء المأجورين الذين هم يعيشون بيننا ويقومون بنشاطات تهدف بالتالي إلى إصابة هذه الخلية. وأقول أن مؤتمر القاهرة عام 94 أعلن الحرب على الأسرة، وهذا عقد تحت مشروع برنامج عمل المؤتمر الدولي
للسكان والتنمية، مؤتمر الدولي للسكان والتنمية أقامته الدول الغربية بدعم من الأمم المتحدة، ولنا عندنا وفي كل بلد عربي وإسلامي مجلس السكان، تنمية السكانية موجود في كل بلد عربي وإسلامي. هذا المجلس هو يشجع كل الاتجاهات الغريبة عن عقيدة هذه الأمة وتستهدف الخلية الأساسية في هذا الإنسان، إنسان هذه الأمة. فعقد هذا المؤتمر في القاهرة عام 94، تلت عقد هذا المؤتمر مشاريع العولمة الاقتصادية والفكرة، موضوع العولمة الغربية اجتاحت المنطقة كلها وكل القلاع قلت اجتاحوها، بقيت بقايا القلعة الاجتماعية الأسرة هي القلعة الأخيرة والمستهدفة الآن. عقد مؤتمر بكين، تلا مؤتمر القاهرة، ووضع معالم الفكر المعولم الجنس ومبادئ السيداو، والسيداو استخدمتها حتى هم الصلف في العالم الغربي الآن الذي لا يراعي حتى مجرد التفكير السليم للإنسان في بقية هذا العالم، أن هذا الإنسان مستهدف، وسخروا له الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة، لكي يصدر القرار من الأمم المتحدة ويعمم على العالم، وبدفع من كل المؤسسات المحلية التي تستقبله. وقالوا بالأخير السيداو هو من مشاريع الأمم المتحدة التي يجب أن تطبق على العالم عولمة أخلاقية، وهذه العولمة مدفوعة من الأمم المتحدة، وجاءونا بفكر لم نتعلمه لا في مدرسة ولا في قانون ولا في نظام، أن ما يصدر عن الأمم المتحدة تشريع المصادر عنها يعلو أي تشريع محلي في أي منطقة في العالم. إحنا عندنا مجلس نواب ومجلس ودستور، والدستور بيعطي مجلس النواب يشرع دستور قانون نظام تعليمات، التشريع القانون، قانون الأمم المتحدة يعلو التشريع المحلي ووجود الدولة بذاتها وكل مكوناتها. فالآن هم يقولون بأن السيداو مبادئها مأمور بها من منظمة الأمم المتحدة، وعلى الدول الأخرى أن تطيع ذلك. طبعا السيداو نشر عنها وعنده يعني معلومات عنها، وسخرت جمعيات محلية تمول أجنبيا بعشرات الملايين من الدولارات سنويا، وتعمل في بلادنا باسم كذا واسم كذا وأسماء مختلفة، وكلها تصب باتجاه واحد، إنجاح مبادئ السيداو. والسيداو احنا جمعية العفاف كتبنا لدائرة الإفتاء العام، الله يرحم الشيخ نوح القضاء لما كان مفتي عام، كتبنا له باسم جمعية العفاف ما رأيه في المادة 16 و15 من مبادئ السيداو، 9 من مبادئ السيداو التي تقول بوحدة الجنس ذكر أو أنثى، لا فرق بالجنس بين الذكر والأنثى وتعميمه، وأن الزوجة مكتوب بصراحة غير ملزمة أخذ رأي زوجها أن تسكن وحدها أو أن تسافر أو أن تعود، وإنسان وإنسان، ووحدة الجنس ليس هناك. هذا سألنا فيه المفتي العام خطيا وأجابنا خطيا بأن هذا حرام ومعادي لفكر الإسلام. بعثنا هذه الفتوى لقاضي القضاء، وقاضي القضاء مشكورا قدم مشروعا للحكومة أنه لا يجوز، لأنه مستهدف قانون الأحوال الشخصية عندنا الذي يجب أن يغير بناء على مبادئ السيداو. إحنا هون دولة، مجلس نواب وحكومة ودولة وكل الكركبة، نتلقى الأمر من السيداو التي تأتينا بتشريع عالمي
سموه تشريع عالمي ولكنه تشريع تآمري صهيوني غربي استعماري بكل هذه المعاني فيه. تعال طبقه ولا تسأل، هذا يعلو القانون اللي عندك، وعلى الناس أن يغيروا قوانينهم المحلية طبقا لهذه المبادئ. هذا كلام حقيقة لا يصدق عقل ولا يقبل إنسان عنده ذرة كرامة. وقاضي القضاء بحث مع الحكومة بأنه لا يجوز تغيير أي مادة من قانون الأحوال الشخصية إلا موافقة قاضي القضاء ومجلس القضاء. وافقوا مبدئيا على ذلك، ولكنهم عادوا ولم يستسلموا، ولا تزال المطالبات بالضغط على النواب بالضغط على الحكومة أن تغير قوانين الأحوال الشخصية وتطبق مبادئ السيدة، وهذا ما هو قائم الآن. والهدف من هذا كله إصابة هذه الخلية، تفكيك هذه الخلية، والقلعة الأخيرة تهديمها نهائيا، وبعد ذلك يتم سيطرة العالم الغربي كله على هذه الديار وعلى بلاد المسلمين، ولا يبقى للمسلمين ما يمكن أن يقول ما هذا وما ذاك. إخواني وأخواتي، لست في موضع المحاضرة لكن هي شذرات أقولها، إن الإسلام يا إخواننا، وأنا سعيد أن المفتين عندنا مهندسين وعلماء ويعطون الرأي العلمي الذي يواجه أي فكر علمي في العالم، أقول أن أول من شرع لحقوق المرأة هو الإسلام. وإحنا اليوم بالقرن الحادي والعشرين، في القرن السابع الميلادي عند بدايته، عند ظهور الإسلام ومجيء الخليفة الأول مع حكم الإسلام الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأنا هنا حقيقة أنقل عن الدكتور مراد هوفمان الألماني، المسلم الألماني الذي كنا في واشنطن محاضرة عامة وتكلم قبلي، وسمعت منه كلمة لا تزال يعني حقيقة تعلمت منها، وهو يقول إن أول رئيس جمهورية منتخب شعبيا في العالم هو أبو بكر الصديق. احنا احكيها عند ناس ويوم تمشي، مثل امبارح بسمع واحد تلفزيون بقول لك احنا بنحكي بعد بنحكي بالماضي وبنردد كلام الماضي. هؤلاء المعولمين مسخرين لهدم الدين حقيقة يجب أن يوقفوا، ويجب أن يقال لهم لا باسم أحرار الأمة. هذا كلام غير مقبول تحت أي عنوان. فأبو بكر الصديق يقول، دكتور مراد هوفمان الألماني المسلم يقول إن أول رئيس جمهورية منتخب شعبيا في العالم، في العالم هو أبو بكر الصديق. ويقول في القرن السابع الميلادي، بداية القرن السابع الميلادي، لم تكن الديمقراطية الغربية والفكر اليوناني الذي يتباهون به لم يكن يسمح للمرأة أنها من الطبقة التي يحق لها أن تنتخب وتنتخب. فالإسلام سبق هؤلاء جميعا وقرر حق المرأة في ذلك. أقول هذا أيضا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أقام مجتمع المدينة وعين رفيدة الأسلمية رئيسة للمستشفى العسكري الإسلامي المتنقل، مستشفى عسكري رئيسته رفيدة الأسلمية. تعال احكي معنا اليوم، خلينا نحكيها اليوم، بقول لك ايه صوت المرأة عورة عند بعض الناس المنغلقين الذين لا يعرفون لا الإسلام ولا مبادئ الإسلام. أقول هذا أيضا، ونحن نرى الله سبحانه وتعالى يخاطب، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. كل أنواع الكلام في نص القرآن الكريم من واحدة تشتكي إلى الرسول، ونقول صوت المرأة عورة. من أين جئنا بهذا الذي نقول؟ نحن بحاجة إلى هذا الفكر التجديدي الحقيقي من صلب القرآن الكريم مباشرة، ولا نتقيد ببعض الفتاوى التي جاءت في عصور الضعف والانهزام
ونقول هذا هو فلان قال كذا وكذا وهو قالها في أنا لا أريد أن أخذ حقيقة فقط نقطة أخيرة أقول عن جمعية العفاف الخيرية، وأقول الحلم الكبير حلم وأصبح حقيقة. قبل 21 أو 22 سنة تأسست جمعية العفاف الخيرية وألزموني برئاستها، وفي اجتماعنا الأول الذي لم يكن لنا مقر فيه اجتمعنا في جمعية الهلال الأخضر عيرية، أعطونا غرفتين، وفي الاجتماع الإدارة الأول كانت إحدى الأخوات أم العبد الشلتوني ما أدري موجودة ولا لا، قالت وهي عضو هيئة إدارية فاقترحت في الاجتماع الأول تقول عندي اقتراح تفضلي، تقول أنا أطالب بقرار ببناء مجمع العفاف الكبير. قلت لها سمعيني إيش الكبير؟ مجمع العفاف الكبير. قلت لها يوم العبد خليه مجمع عادي، قالت لا بدي إياه مجمع العفاف الكبير. قلت يسجل سجل مجمع العفاف الكبير. وكتب الله لهذه الأخت الكريمة أن يتحقق طلبها وأن يتحقق هذا الأمر الآن، ونحن قد أنشأنا مجمع العفاف الكبير ب8600 متر مربع بناء على 4 دنومات في منطقة طارق، فيه كل المتطلبات النشاط الاجتماعي الكامل من كل أبوابه، قاعات محاضرات، ندوات، قاعات اجتماعات لرياضة، برك سباحة، كل هذا المجمع، وفي أماكن للإيجار. محاضر القادمة عندكم. فأنا أقول هذا، وإن شاء الله المحاضرات مش واحدة، إذا واحدة بسيطة، إحنا هذا كل القاعات إن شاء الله نتعاون مع إخواننا في مجمع النقابة، نعتز بهم وبدورهم الكبير، لكن هذه باب للإخوة والأخوات للنشاط المطلوب في جمعية العفاف التي فيها مركز دراسات مرخص للدراسات ومركز للإعلام. وأنا أقول أن جمعية العفاف خلال هذه المدة كما ذكر أخي هشام 10,000 من الذين تم تزويجهم بأحفال الزفاف، وأن الجمعية أصدرت من جانب الثقافي ما يقارب 70 كتاب أو مخطوط مطبوعة. هذه الكتب في كل ما يلزم الحياة الأسرية وبمختلف جوانب العمل الاجتماعي الأسري، وضعنا هذه الكتب بنتيجة مؤتمرات مؤلفين باحثين، وتعتز جمعية العفاف في عام 1994 قال لي وزير الصحة أنني لا أستطيع أن أجهر أن أطلب تسن قانون فحص طبي قبل الزواج، فأنا خايف الناس ما بيقبلوا هذا الكلام، فعقدنا مؤتمرا علميا للفحص الطبي قبل الزواج، استقدمنا به علماء من الخارج، فقهاء، حقوقيين، اجتماعيين، أساتذة الجامعات، ودرسنا هذا الموضوع وصدر القرار بوجوب سن قانون فحص طبي قبل الزواج، وأصدرنا مقررات هذا المؤتمر في كتيب، تعاوننا مع وزارة الصحة، مع وزارة الأوقاف، وزارة التنمية الاجتماعية، تعاوننا معهم لمدة 6 أشهر في توعية عن كل مستوى على الأردن كله، ثم وزير الصحة قال الآن أقدم قانون إلى مجلس النواب، ولم نجد أي معارض والكل قبل ذلك، وعندنا الآن هذا القانون. هذا من فقط باب واحد من 94 تم هذا النشاط. أقول هذا وأنا يعني أقول لإخواني وأخواتي بارك الله فيكم وحياكم الله في هذا الملتقى العلمي الذي أسميه مؤتمر علمي حقيقي لتدعيم القلعة الأخيرة
الأسرة في بناء مجتمعاتنا، ونحن الغزو حولنا من كل الجوانب وبكل الوسائل الإعلامية المستهترة، الأموال، السياسات، وكل هذا قائم، لكن هذا الدين أكبر من كل ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وبارك الله فيكم، وأشكر الإخوة مرة أخرى وعلى هذا اللقاء الطيب الكريم، وأحيي الأخوات والإخوة المحاضرين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. يتفضل الآن المهندس حاتم مشتاوي، رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، بتكريم راعي الحفل معالي الدكتور عبد اللطيف عربيات، رئيس جمعية العفاف الخيري، تكريمه بدرع مقدم له من الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة. تفضل. وتستحق جمعية العفاف بجهودها على مدار أكثر من 20 عاماً هذا التكريم الرمزي. أيضاً في المقابل ومن باب المعاملة بالمثل، جمعية العفاف الخيرية أيضاً تكرم جمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة. ويتفضل معالي الدكتور عبد اللطيف عربيات بتقديم درع الجمعية للمهندس حاتم البشتاوي. والآن نقابة المهندسين التي تحتضن هذا النشاط، يتفضل معالي الدكتور عبد اللطيف عربيات وسعادة المهندس حاتم البشتاوي بتقديم درع مشترك لنقابة المهندسين الأردنيين، يتسلمه المهندس خالد أبو رمان ممثل مجلس نقابة المهندسين. شكرا لمعالي الدكتور عبد اللطيف عربيات، سعادة المهندس حاتم البشتاوي، سعادة المهندس خالد أبو رمان، وشكرا لكم.